بصفتي كأم أو يعني مش كإعلامية خالص، بس دايما بنشوف ان مثلا مرات الاب لو الاب متجوز والام اتجوزت، لو حضرتك على القانون بتاع حضرتك ان هي الحضانه تنتقل للاب على طول، طب ما في زوجه اب، زوجه الاب مش دايما بتبقى كويسه، لكن الجده انا بقول لك بمنظور السيدات اللي بيفكروا بيه، وده الثقافه موجوده ودي ثقافه، والجده احن من زوجه الاب ده طبيعي، او الخاله او whatever، اي حد هيبقى احن من زوجه الاب. بس في النهايه حتى لو زوجه الاب هي غير سويه وقدرت ان هي تعامل الاولاد بشكل غير سوي، فهناك المنظور الاخر وهو وجود الاب، الاب اللي هو جزء من الطفل ده، طول الطفل يوم في ده الشارع وفي الشغل ومش معلش فاضي. بس في النهايه، في النهايه مين افضل حد محتاج يشوف الابن ده؟ افضل حد منه كتير يعني أكيد الام والاب أكيد. ده امر طبيعي وبديهي جدا، لكن خلينا نتكلم بمنطق، بمنطق ومنظور كمان جديد، مش بالمنطق الموروث الثقافي القديم انه طول الوقت ان مرات الاب هي القاسيه، هي اللي بتعنف الاطفال، هي المنظور الغريب يعني هو اللي احنا عايشينه. منظور السريبه مصر شويه، بس برضه ده موجود على ارض الواقع فعلا. وعايزه اعرف مين يقدر يحكم الثغرات الموجوده في القوانين دي، انه لو الولد راح للاب ومعاه زوجه اب شديده، مين يقدر يحكم ده؟ القاضي. احنا عطينا للحريه في الماده 20، وتم اعطاء الحريه للقاضي بشكل كبير ان هو بناء على احتياج الطفل ونفسيه الطفل ومدى احتواء الطفل، فللقاضي حريه التصرف. يعني لو هو شايف ان الام غير صالحه ممكن ينقلها للاب. أيوة أنا